وعليكم السلام سي مصطفى، اهلا بناس العراق، بارك الله فيك، نحبكم في الله. شكرا شكرا، بارك الله فيك سي مصطفى، الله يكثر خيرك اخي. معك محمد من المغرب. شكرا، الله يحفظك ويوفقك حتى انت ان شاء الله. هذا البلبل اخويا، ها وليدات البلبل كنراويهم العندلي. هذا بلبل، بلبل شمال افريقيا، هو البلبل هو اللي في العراق، ابيض الخدين، احسن بلبل هو اللي عندكم اخي الماليزي والعراقي. احنا عندنا بلبل شمال افريقيا، هذا هو البلبل المغربي، تاهو كيشبر هاد الاصوات، كيشد الاصوات، جميع انواع الطيور كيقلد الاصوات، كيتزاوج في القفز. هادو وليدات اخويا كنرويهم، كيطلقنا شويه وصافي. ها هو يا خويا، راه ما كاين لا فهمتيني، ما عندناش غرض شي حاجه اخرى، الربح ولا هادي، ها هو ديالنا من الطفوله وصافي. اللهم الطويرات ولا دير شي حاجه اخرى، هادشي اللي كاين. وكنشكرك بزاف اخويا مصطفى، ما عندناش حنا ابيض خدين في المغرب صفه نهائيه، كل قطن نشتريه بجمع كان، ما كاينش اخويا، ما كاينش في السوق ديال الطيور في المغرب، ما كاينش بلبل ابيض الخدين. البلبل العراقي ما كيدخلش في المغرب، نادر، حتى انت اخي كنتمنى لك التوفيق والنجاح الدائم، بارك الله فيك. شكرا شكرا جزيلا، وتحية الناس العراق، راكم اعزاز اقسم بالله.